ينضم إلينا الآن الزميل الصحفي علي سمودي ليطلعنا على صورة الأوضاع الحاصلة الآن في مدينة جنين. أهلا وسهلا بك معنا. بداية ربما قبل دقائق فقط وصلنا نبأ استشهاد الشاب رفيق غنام وهو من جبع، هل هناك ربما إصابات أخرى وهل انسحبت قوات الاحتلال من المكان؟ نعم، أصبحت جنين تنام وتصحو على الرصاص والجيش والعمليات الشهداء والأسرى، وبالتالي واضح أن الاحتلال وعشية العيد يبدو يصعب الأمور أكثر، وأصبح كل أربعاء بالنسبة لجنين يوم صعب. فقد استيقظت اليوم مع بلدة جبع على إعلان استشهاد الشاب رفيق رياض غنام 20 عاما متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال أثناء اقتحام بلدة جبع جنوب جنين. وقد بلغ الارتباط أسرته باستشهاده بينما ما زال الاحتلال يحتجز جثمانه. قوات الاحتلال اقتحمت جبع فجر اليوم بعدما تبنت مجموعة الشهيد أمجد علاوني في كتائب شهداء الأقصى عملية إطلاق النار على مستوطنة حومش عصر أمس. ويبدو أن الاحتلال أراد أن يشن هذه العملية في البلدة لاعتقال وملاحقة المطلوبين، فأصيب الشاب غنام الذي كان أمام منزله وقد اختطفه جنود الاحتلال وأعلنوا عن استشهاده صباحا دون معرفة مكان إصابته. خلال ذلك وحدات إسرائيلية خاصة كانت تسللت إلى مخيم جنين مستخدمة مركبات تحمل لوحات ترخيص فلسطينية. في 6 صباحا استيقظ أهالي المخيم على صوت إطلاق نار كثيف، تبين أن الوحدات الخاصة تحاصر منزل المواطن موسى الخطيب في مدخله وقاموا بإطلاق النار بشكل جنوني. الخطيب قال لنا أن الوحدات الخاصة أطلقت النار على ابنه فادي 20 عاما على بوابة المنزل دون سبب، مما أدى لإصابته بعيار ناري في القدم. وصفت حالته بالمتوسطة علما أنه أسير محرر وقضى عام ونصف في سجون الاحتلال. وسط إطلاق النار دهمت الوحدات الخاصة منزل عميد فيصل عرسان 27 عاما واعتقلته علما أنها تزعم أنه مطلوب بجهاز الشباك بدعوى انتمائه لحركة الجهاد الإسلامي. أطلق مسلحون النار خلال ذلك على الوحدات الخاصة واشتبكوا معها في منطقة العملية قبل أن تنسحب، يعني بعد حوالي نصف ساعة، وفشلت في الوصول لمن تسميهم بالمطلوبين. الآن قوات الاحتلال انسحبت، لا يتواجد الآن أو لا يوجد أي تواجد للجيش للوحدات الخاصة في جنين التي يعني الآن تعيش حالة سخط وغضب مع بلدة جبع، حيث أعلن الانحداد في جبع بعد إعلان عن استشهاد الشاب غنام. طبعا هو ليس مطلوب ولم يكن مسلحا، وبالتالي قوات الاحتلال قتلته كما تقتل كل يوم فلسطينيين في كافة الأراضي الفلسطينية. هل وردكم أي أخبار حول مثلا تسليم جثمان الشهيد أو إذا ما كان هناك موعد لتسليم جثمان، خاصة وأنه كما قلت لم يشارك في أي اشتباك مسلح وإنما قتل وأغتيل بشكل متعمد؟ نعم، حتى الآن لم نبلغ، يعني ما زال جثمان محتجز وحتى لا يوجد معلومات عن مكان إصابته. قوات الاحتلال لم تعطي أي معلومات حول ذلك ولا يمكن معرفة إذا ما كانت تسلم جثمانه أم سيبقى محتجزا لها. نعم، ربما أيضا تحدث عن حالة من الغضب موجودة في المنطقة، هل ذلك ربما يشير بشكل من الأشكال إلى تجدد المواجهات خلال الساعات القادمة في جبع تحديدا؟ نعم، يعني إذا كان هنالك اقتحام، طبعا جبع في غالبية مناطق جنين ليست فيها مناطق احتكاك مع الاحتلال، لذلك ليس من السهل اندلاع مواجهات إلا عندما تكون قوات الاحتلال بعمليات دائم وتمكين عمليات عسكرية في هذه المناطق. معروف أنه لا يوجد احتلال إلا في منطقة يعبد وهي بعيدة عن جنين وبعيدة عن جبع، وبالتالي الاحتلال هو الذي يؤدي إلى توتير الأجواء واندلاع مواجهات. بلا أدنى شك أي دخول إسرائيلي سيكون له تداعيات على المنطقة والشبان والمقاومة. نعم، نتمنى لك السلامة الزميل علي سمودي ولجميع الأهالي في مدينة جنين، شكرا جزيلا لك.